ناس تسمي الشوارع، صحيح؟ الشارع هو الذي يسمى، بعدين البيوت ترقم والعمارات وهكذا، صحيح؟ طبيعي. فحين تسترشد تسأل إيه المسؤول عن اسم الشارع، حين تعرف اسم الشارع تذهب إيه إلى رقم البيت، طريقة سلسة وجميلة جدا. لكن حين يأتي ياباني مثلا من اليابان إلى أمريكا في البداية لأول مرة يصدم بهذا النمط غير مفهوم، يقول له ما اسم إيه تستريت، ما اسم البلوك يعني، يقول له بلوك، الأمريكي ما يفهم، هذا شارع كذا كذا، نعم نعم فهمت، كونفيوز طبعا هو الحين مشوش الياباني، لكن البلوك البلوك، الأمريكي يمضي يقول له شكرا لا أستطيع مساعدتك، مش فاهمين على بعضهم، نمطان مختلفان على الأقل إيه في تخطيط المدن، في الاستقطاب بسموه خطط المقريز، يا نمط مختلف. في اليابان العكس تماما، ما فيش اسماء شوارع، في بلوكات، بلوك كامل هيك مربع مستطيل معين أي شيء، هذا بلوك، ما تروح تقول له اسم الشارع يقول لك هذا بلوك كذا كذا، أنت كونفيوز طبعا مشوش، لا لا اسم الشارع، شارع إيه ما في، الشوارع هناك فارغة لا أسماء لها في اليابان، ما لهاش أسماء، البلوكات هي التي إيه، وطبعا عملية معقدة جدا بالنسبة لنا كأجانب وإلهم سلسة تماما، هذا البلوك وهذا البلوك قد يكون فيه مثلا إيش 15 عمارة، كل عمارة فيها 70 شقة، عملية معقدة، تقول طيب عرفنا إنه هذا البلوك كذا كذا، يمكن يشكون فيه إيه صاحبي مطلوبي، طيب العمارة، يقول لك اذهب إلى العمارة الأولى، طب وين الأولى؟ وين الثانية؟ يقول لك الأولى موجودة في مكانها، كيف؟ ما فيش نظام معين منطقي لترتيب، يقول لك لا العمارة التي تبنى أولا هي رقم واحد، فتلاقي الأولى هنا، الثانية هنا، الثالثة، عملية معقدة جدا، عندهم عادية سلسة وبيستدلوا على بعضهم بكل سلاسة، نمط، النمط يشبه أن تسير في طريق معبد موجود مشقوق، بالذات في غابة أو في حرجة أو في غيضة، في غابة ملتفت كثير الأشجار، في طريق أنا أسير فيه طبيعي أحسن لي يا أخي، هذا أسهل وأسلس بكثير من إيه؟ من أن أختبر إمكانية اكتشاف طريق آخر يزعم أحدهم اللي هو النبي في هذه الحالة أنه هذا طريق أفضل يا جماعة وأقصر وبعيد عن المخاوف ويفضي إلى الأمان أحسن بكثير، تعالوا، لا يا حبيبي هذا أسهل، النمط أسهل لي، هذا معبد 100 مرة مشيت فيه أنا، تدخلني في طريق إيش عرفني أنا، شفتوا كيف؟ هذا النمط هكذا يفعل، جميل كويس، هتقول لي هذا كلامك يا عدنان معناها أن الناس حين تؤمن بشيء، ونحن حتى ممكن الإيمان حتى بالمذاهب والطوائف، انتبهوا مش بس بالأديان، جيبها في أشياء أخرى، والإيمان بالأشخاص وبالآراء وبأشياء كثيرة جدا جدا، عممها، تقول الناس يعني معناها إيه؟ لا تستخدم فعلا العقل المنطقي والبرهاني والاستدلالي، تستخدم انفعالاتها معناها، الناس يسعد بعضها بعضا، يوافق بعضها بعضا، أنا من القوم وأنا معهم يعني، وهل أنا إلا إيه؟ من غزية، إن غوات غويت وإن ترشد غزية أرشدي، كما قال دريد، بالضبط. هذا هو القرآن أثبت هذا بشكل واضح أيها الإخوة، تعرفوا من هم الاستثناء الخارق هذا؟ مع الأنبياء؟ أتباع الأنبياء، خاصة مش إحنا، انتبهوا، الأتباع الأول، علي وأبو بكر وعمر وعثمان والجماعة الأولى هذولا وسعد اللي آمنوا، عشرات هذولا، وشقوا النمط وتحدوا المجتمع وخالفوا الكل، عشرات كانوا، شيء صعب جدا، إحنا إيماننا نمطي، إحنا نمط، انتبهوا تقريبا، الا اثبت لنفسك والي ولله انه هذا مش ايمان نمط، ايمان اختيار، حنشوف كيف تثبت هذا، عمليه صعبه. هذول هم الاستثناء الفاقع الخارق، لذلك لهم مكانه مميزه دائما، لا يمكن احد ان يضارب عليها الا ان يكون مكابرا مغالطا في الحقائق ايها الاخوه.